نستكمل البحث عن حلول لمشكلة النفايات، والبحث عن الحلول يكمن في البحث عن المشاكل. في صيدا الحل تعطله السياسة. في العاصمة أكثر من عصا في عجلة الحل، المتمثل بحسب الدولة باستخدام محارق لمنطقتي بيروت وجبل لبنان تضعان حدا لاختناق مطمر الناعم بالنفايات. العصا الأولى إدارية وضعها مجلس الوزراء المنحل حاليا، الذي قد يطمر الحل في مقابر لجانه. العصا الثانية كلفة المشروع التي قد تتخطى مليار دولار للمحرقة الواحدة. أما العصا الثالثة فهي بيئية بامتياز وتذكر بتجارب مريرة في هذا المجال. هنا الكارنتينا، هنا في تسعينات القرن الماضي استطاع المجتمع المدني أن يقفل محرقة ويحولها إلى مطمر ليطمر بذلك ملف المحارق في لبنان. اليوم تعود الدولة لتحيي المحارق وهي رميم، فما هو موقف المجتمع المدني اليوم؟ محرقة 2000 طن إذا كان حديثة وعندها فلتر حديث جدا بتكلف بحوالي المليار دولار. هيدي الكلفة للشراء والتركيب، التشغيل كمان الكلفة اليومية أو السنوية أو الشهرية رح تكون كمان كتير غالية، وحتى المحارق بتتعرض لكتير أعطال، كمان تصليحها بتكلف كتير. بالإضافة لهذا الموضوع بحاجة لمطمر، يعني الخيار هو منه مطمر أو محرقة، يا مطمر يا محرقة أو مطمر، لأن لما نحرق النفايات رح يضل على القليلة 30% منه. يعني هيدا إذا قلنا جابوا محرقة حديثة، الخوف الأكبر يجيبوا شيء أرخص أو من دون فلتر. لا يوافق وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال محمد رحال، طرحه يناقض تماما ما تدعيه أندي أكت، وهو يؤكد أن المحارقة هي الحل الأمثل ويطرح حججه. القرار اللي أخذه اللي أخذته اللجنة الوزارية هو تفكك حراري بالمدن الكبرى ما عدا صيدا، لانه في عقد. شو بعدين شو بيصير؟ تفكك حراري هو يعني في لعب على الكلام، ويستو انرجي الحرق. ايش طبيعي؟ ايش طبيعي حرق؟ هو حرق على تقنيات حديثه بتخلي الاميشن، يعني بتكون اكيد الاميشنز بالجو صفر. يعني اخر شيء انا واحد من هالناس والمسؤولين وواحد من الناس اللي بده يشم هذا الهواء. يعني هذا اسلوب معتمد بكل الدول المتطوره، عم بتنفذ هذا المشروع الويست تو انرجي بتقنيات عالية جدا، عم بتتخلص من النفايات وعم بتولد كهرباء وعم ترتاح من مشاكل كثيرة. الحل الأمثل بالنسبة إلى أندي أكت هو صفر نفايات، وهو حل يتطلب أن يقترن بصفر سياسة لكي ينجح، وهو يؤمن لا مركزية في معالجة أزمة النفايات في لبنان. الحلو بحل صفر نفايات أنه هو أرخص حل وبيولد أكثر أعداد من فرص العمل، وهو لمركزي، يعني ما بتستفيد منه منطقة واحدة، ما مثل المحرقة بمحل واحد تنحط محرقة بتجيب كل النفايات عليها. حل صفر نفايات بيعتمد أنه البلديات بكل مجموعة بلديات يكون في معمل للفرز والتخمير، يعني بننشأ فرص عمل بكل المناطق اللبنانية، وما بيكون في حدا عم بيحمل العبء كله تعول معالجة النفايات. ما في أنا أعارض فكرة هيك لمجرد المعارضة، يعني او ساعة منقول نحن ما نكون مثل اوروبا، ساعة منقول ما بدنا نكون، ساعة منقول نحن عارف كيف. اخر شيء او يكون في فرز وطمر، او في هذه الطريقة الحديثة بموضوع الحرق، يعني وصلوا للبلازا بلازما بكلف الطن ما بعرف كم 100 يورو. اهون الشرور يطالب به اللبنانيون، كل ما يريده الناس التخلص من نفاياتهم من دون أن يدفعوا فواتير بيئية واقتصادية وسياسية عالية، وهذا على بساطته كما يبدو مطلب مستحيل. رامي الأمين، قناة الجديد.